عغير موجي. لأنهم ما بيشبهوا حدا وبيختلفوا عن غيرهم بالفن والأدب، هن عغير موجي. مستمعي صوت لبنان وتحديدا برنامج عغير موجة، برحب فيكن بالحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لبرنامج عغير موجة. إن شاء الله بلتقى فيكن بموسم ثالث، وبشكركن على المتابعة وعلى الاستماع لبرنامجي. اليوم معي سايكل أبو، نوع جديد من الموسيقى رح نتعرف عليه، ومعي أيضا باستوديو أماني سمعان، بدنا نحكي أكثر عن مهرجان بيروت أند بيوند. بس قبل ما نفتتح الحلقة بدي وجه تحية لروح زميلنا جوب إبراهيم يلي للأسف ما بقى رح يكون معنا. رح نتذكر نتذكرك جو، رح نتذكر عيونك الحلوين اللي غمضوا للأسف. بيحمل مدينته حلب باسمه سايكل أبو، أما أغنيته فبتحمل نوع جديد من الموسيقى بيمزج بين نغم الماضي ونبض المستقبل. سايكل أبو أو زيمو ممكن يجمع مثلاً بين أنت عمري لأم كلثوم والجيتار إلكتريك، أو يحول التوبة لعبد الحليم إلى أغنية راقصة صاخبة. كل ما بقول التوبة يا بويا، توبة يا بويا. حتى الصوفي بيخرج عن نمطه التقليدي بأعمال زيمو. تأثر سامر صائم الدهر وهو اسمه الحقيقي بالمواويل البدوية وبالطرب الكلاسيكي، وسحرته أيضا الموسيقى الإلكترونية الحديثة، وهالأمر كان كفيل بتكوين هويته الفنية. تخصص بالفنون الجميلة بين سوريا ولبنان، فبعد اندلاع الحرب ببلده استقر ببيروت، حيث تفرغ للموسيقى وتعاون مع فنانين آخرين من مصر وسوريا ولبنان، كما فتحت أمامه أبواب المسارح يلي بتقدم هالنوع من الفن. برحب فيك سامر بعغير موجة. هذا كريستين. وبرحب أيضا بأماني سمعان، رح يكون لنا وقفة لاحقة معك تنحكي أكثر عن المهرجان. سامر، لما نسمع الموسيقى أول شيء بينطرح هيك سؤال، شو اللي بيميز سامر عن الدي جي العادي؟ يعني نحن كتير نسمع مزج بين شرقي وغربي، واليوم الدي جي هو موضة، فشو اللي بيميزك أنت؟ طبعا أنت لست دي جي، يعني كيف بتفرق بين اتنين؟ أول شيء أنا موسيقي، دايما بحسي له علاقة بالإيقاعات العربية وعلاقة بالسلالم الشرقية، ودايما بحاول بالأدوات المعاصرة، يعني الماشينز الإلكترونيك ماشينز وكل البرامج اللي فيه عمر فيها موسيقى إلكترونية، أنه ناخذ هالإيقاعات العربية هالمخزون اللي أنا عشته كل حياتي يعني، وأطرحه بطريقة جديدة. أنت باحث يعني، في كثير هيدي الموسيقى من عبث من لا لا شيء. لا لا لا، في البحث بياخد 20 ضعف شغل الألبوم. طيب لولا كل هالتقنيات الجديدة الإلكترونية تحديدا كمبيوترايزد، كانت تخلق هيدي الموسيقى؟ كنت قادر تصنع شيء من دون؟ أكيد، يعني لو الصنباطي كان عنده ماشين كان بده يشتغل على الماشين، بس بظروف وقته كان عنده هالآلات وهي، يعني وقت يدخل جيتار إلكتريك على غنية لأم كلثوم معناته هن ما وقفوا على محل محدد، بالعكس هن كانوا دائما عم يتطوروا. أنا سؤالي السعد داخلي عندك، لو ما كان في اليوم تكنولوجي بحياتنا، كنت أنت رح تسعى وراء الموسيقى لو أكيد. من خلال آلات كلاسيكية أكيد. تقليدية أكيد أكيد، يعني كنت قبل أعزف بفرق، بس هو خيار أنه أنا عمل موسيقى إلكترونية. ليش هيدا الخيار مع أنه دايما في انحياز في تعصب للآلة الأصلية؟ أكيد. يمكن الجيل الجديد بيستهوي الموسيقى الإلكترونية، بس أنت ليش اخترت هيدا الشيء مع أنك بتعرف تعزف على آلات طبيعية؟ هلأ الموضوع له علاقة بسبب احترامي كتير للموسيقى، فأنا بعمل سامبلينج، يعني دايما باخد الغنية الأصلية وبشتغل عليها بطرحها بطريقة جديدة.
ببساطة لأني أدواتي اختلفت، يعني بريد أطور حالي دايما يعني في المجال اللي أنا بشتغل فيه، فما كان خياري أبدا بالنسبة إلي. ممكن جيب حدا يعزف عود وأنا أعمل له سام إنه فوتو على الميوزك وألعب معه كيبورد أو ألعب معه جيتار أو غني فوق إنه، بس الأساس بيكون أو الشغل أساس إلكتروني. أكيد ميوزك. أكيد أكيد. سايكليبو زيمو سامر شو منعيط لك؟ حسب المناسبة. ليش هالقد تنوعت الأسماء؟ اسمي سامر صائم الدهر. هلو سايكليبو كان فكرة البروجكت، يعني لأني هي منا سايكيدليك، يعني الموسيقى فيها كتير شيء نفسي. ايه هو عنوان بيوحي انه نحن امام سايكيدليك ميوزك. سايكيدليك بس مش كنمط، ككيف عم بينشغل هذا الشغل. يعني في كتير محل له علاقة بالمود تبع التراك، على شو انا بحس للتراك. في شيء يعني بطرح فكر قبل ما اطرح موسيقى. اوكي. كمان يعني وقت عم بشتغل على البوم بده يكون كل شيء بتناغم بين شو عم بستعمل. وقت رح استعمل سامبل يعني رح يكون في شيء كتير محدد استعمله، لاني في استعمل اي شيء. هلا سايكل ابو شوي توضحت، مع انه بدنا نحكي عن الشق الثاني اللي هو حلب أليبو. قصدت انه تكون مدينتك هي موجوده بعنوان البروجكت. اكيد اكيد. يعني هو البروجكت انه طلع البروجكت بعد كنت بحلب. ايه بركي لانه حلب اليوم بحاجه ل سايكيدليك ميوزك، لعلاجات كتير. والله يعني ما بعرف اذا هذا حل من الحلول، بس في حلول جذريه اكثر بفتكر. اكيد بس قصدي اذا هذا الشيء بيساعد، يعني هو بساعدني الي شخصيا، اذا بساعد اشخاص غيري بكون. وزيمو شو قصه زيمو؟ زيمو هو بس لقب او نيكنيم بيطلقوه يعني عليك اصدقائك. okay. من زمان انه خي كان. يعني من قديه جيت على بيروت؟ صار لي سنتين. ماشي الحال بلبنان؟ في تقبل لهيدا النوع من الشغل وعم تقدر يعني تعمل انتاج؟ بالنسبة لي كانتاج موسيقي يعني بشتغل، يعني ما في يعني هذا الشيء اللي بدي اعمله بحياتي. بس قديه في حركة، اكيد بتخيل اكتر منطقة بالوطن العربي فيها سين موسيقي يعني. بس اكيد يعني وقت حدا انه بيروح على اوروبا وامريكا اكيد انه هالموسيقى هي حاضرة اكتر. وصلت موسيقى اللي بتعملها الى الغرب، الى اوروبا وامريكا؟ وصلت بس بشكل كتير خجول. اكيد يعني من خلال الجالية العربية او من خلال الجالية العربية في اشخاص بتبعت لي انه عم تسمع هيدا الشيء، مع انه ما بتفهم شو الكلام، مع انه الكلام قليل يعني مقارنة مع الموسيقى. أكيد. الشغل هو على الموسيقى اكتر من الكلام باعمالك. اكيد بس حتى الكلام كيف انه شو عم بختار من بالسامبلينج كمان هذا كثير بيأثر على المود تبع التراك اللي عم ينشغل عليه. بركي اللي ساعد اليوم بهالسنتين اللي كنت فيهم ببيروت على انطلاق فنك هو الحدث السياسي المحيط. ما في شك انه ما سمي بالربيع العربي او الثورات المحيطه ساعدت على انطلاق هيدا النوع من الموسيقى. خرجت من الاندر جراوند الى الابر جراوند، يمكن بتوافقني الراي، عم تنتشر اكثر من قبل. هلا اكيد اكيد في تاثير من الوضع العام يعني، بس ما بتخيل هو التاثير يعني الشيء المباشر اللي طلعت منه الموسيقى هو هذا السبب. لا ببساطه لاني الموسيقى طلعت خلقت مساحه لها بغض النظر عن شو عم بصير. في مجهود عم بيصير بالكواليس. طبعا يعني هذا الفرق اللي عم بحكي عنه. قبل ما كان هيدا النوع من 100% الفن البديل حاضر. ما بعرف إذا أنت موافق أو عندك خوف من أنه يتحول هيدا الفن البديل إلى فن تجاري، يعني يفقد هويته الحقيقية. عم نشوف بعض الفرق صارت كتير كوميرسياليزية، يعني صارت عشوي حتبطل هيدا الفرق اللي كنا نعرفها underground. عندك نفس الخوف يلي أنا عم بحكي عنه؟ خوفي أني أخسر النوعية، وهذا الشيء بتخيل مستحيل يصير. يعني بس خسرنا ما بطل عمل موسيقى. هذا فيما يتعلق فيك. فيما يتعلق أما فيك. الآخرين التجارب الأخرى بلشت بعضها يفقد هويته. أكيد بظرف تسويق الشغل وقد لازم يكون واصل للعالم يعني. بس بالنسبة لي الموضوع له أكثر علاقة بالموسيقى أكثر من قد ايه بدي اوصل له علاقة فيني كشخص. يعني صراحة أنا وقت بشتغل ما فكر غير بحالي. يعني مش ما فكر غير بحالي، بس إذا أنا انبسطت معناتها في غير خارج انبسط بهذا. ما بتخطط. ما بخطط إنه إيه ما بخطط إنه رح أعمل هالتراك ليكون هيت. لا أنا هذا الشيء بعمله لأني أنا بحبه، لأني أنا مش أسمعه. من أحدث ألبوم لإلك ها اسم الألبوم ها رح نسمع أول تراك بالحلقة بدوية لافن.
بدوية لافن سمعنا شوي منها. أنت مأثر كتير بالمواويل البدوية اللي هي أصلا من بلدك من بلادنا ما قدرت تظهر منها مع أنه الموسيقى اللي عم تعملها هي موسيقى حديثة وترتكز إلى التقنيات المتطورة. شو سر هيدا التأثر بالبدوي وإمتى يمكن يجي نهار وخلاص يصير في شرخ وتظهر من هيدا التأثر؟ هلا بالحالة الوحيدة اللي بقدر هلا ما بتخيل أظهر من يعني أظهر من حالي بس إنه هل قد تشربت هيدا الشيء؟ مش أنا عايش ب يعني عايش عم بشرب أرجيلة بقلعة حلب عم بسمع أم كلثوم يعني إنه هذا الشيء اللي بسمعه عبد الحليم أهلي عائلتي يعني قصدي هاي الموسيقى أنا ربيت معها أكثر ما إنه أنا دخيل عليها فشيء طبيعي إنه وقت عمل برودكشن أو أي إنتاج بالنسبة لي يكون هالمحل جاي محل حقيقي جاي له علاقة بذكرياتي والبدوي تحديدا يعني منشوف مشهد نحن وعم نسمع الموسيقى بركي منشوف فرقة عم ترقص وبنفس الوقت بالصحراء مع البدو مع الرعاة له علاقة بالبحث أكثر كيف بروح بروح على شيء طربي أكثر بروح على شيء بدوي شعبي أكثر خياري للبدوي هو ما فيه هالتقل تبع الطرب فيه شيء أخاف أكثر فيه شيء ممكن تلوين ملون أكثر الإيقاعات فيها حركة أكثر يعني هو حل من الحلول يعني بالنسبة لي هذا حل من الحلول أنا كيف إذا بدي أعمل تراك فيه حركة أكثر شو بختار وين بروح كصوت يعني مين بنقي شو بعمل لما تدخل البدوي سؤال تقني مين اللي بيأدي هيدا هيدا النوع يعني بتجيب مواويل قديمة وبتمزجها أو بيكون في عندك كورال جديد أو مطرب جديد عم بيأدي هلأ كل شي بعمله سامبلينج كل شي قديم باخده وبرجع بقطع فيه وبحطه بقالب معين بس أكيد لقدام بفضل اشتغل مع أشخاص يعني بالموضوع السياسي فهمت منك أو من خلال قراءتي عنك أنه أنت ما كتير بتحب تدخل المواضيع الآنية إلى أعمالك يعني بيبقى هيك عابر الموضوع أو ممكن أنت تستنجو بين السطور أنت قصد بعدت عن دمج الحدث السياسي بأغنيتك هلا بالنسبة إلي أنا كيف يعني بشوف إذا بفوت السياسة على موسيقتي بكون باخد من موسيقتي وإذا بنفس الوقت عم باخذ من سياسي فدايما بحب افصل هالمحلين تماما عن بعض لاعمل موسيقى بس بالنسبه لي مع انه بنحس انه الجمهور اليوم الجمهور الشاب بينطر من فنانين مثلكم انه يتطرقوا بتراكس تبعهم او بالبوماتهم للموضوع السياسي يعني كثير عم تجذب الاغنيه السياسيه الثوريه المستمعين الشباب اكيد بس هلا لو عم بقول كلمه ممكن كنت فوت بهالحكي يعني في كثير انت تتكل اكثر على اللحن بس حتى ما لي شخص ابدا سياسي يعني دراسي ابدا يعني مسالم جدا ولي يعني موسيقتي هي كل شيء عم بعيشه يعني والاشخاص اللي حوالي انه بحب ارفع التليفون واحكي مع عائلتي أعرف إنه هن المناح قبل ما أشوف شو عم صير على الأولوية. قبل ما أشوف شو عم صير على التلفزيون بدنا نقول إنه ها هو الألبوم الثاني ما بعرف إذا عم أقوله صح ها بالعربي ها. اسم فعل أمر بمعنى خذ ف يعني هي لمعنى مش ها هو المولود الثاني سبقه قول الآه كيف كانت أصدقائه وأخذ حقه برأيك وقديش كان يوتيوب عم يسرق المبيع الفعلي هلأ بتخيل بعد بده كتير وقت لأني حتى الموسيقى جديدة يعني بعد بده كتير وقت الألبوم الأول عم نحكي بالألبوم الأول الألبوم الأول هلأ لأني شيء عم بنطرح جديد بصورة كتير جديدة فالشخص المتعود على هالنمط من الموسيقى المعاصرة الإلكترونية عم بيتقبل هيدا الشيء وبالأخص إذا كان خلفيته من المنطقة يعني خلفية عربية الشخص اللي بحب الطرب عم بميل للطرب بهالشي وعم بحاول يستوعب جانب الإلكتروني منه نفس الشيء والعكس اللي عم بحب إلكترونيك مثل أشخاص من برا بتسمع الإلكترونيك الميوزك بس عم تحب الميلودي الشرقي فيها عم تتعاطى بواقعية مع الموضوع إنه أنت عارف هيدا النوع من الفن بده وقت أكيد حتى ليخرق أكيد بده وقت ممكن يخرق أكيد بيخرق يعني قصدي ما هي تطور موسيقتنا
طيب بما أنك عم تشتغل بواقعية عم تشتغل أيضا عم بتخطط أنك توصل على الغرب، قلت لي قبل أنه دخلوا الألبومات من خلال بعض الأصدقاء بس أنت ما رحت يمكن عملت حفلات ولا توزع الألبوم كتير بالغرب، أنت عم تسعى لهيدا الموضوع لأنه بفتكر أنه موسيقتك كتير قابلة أنه تنفهم بالأذن الغربية بما أنه تتكل أكثر على اللحن والجملة الحديثة أكثر من الكلمة اللي ممكن تشكل عائق بالفهم، أنت عم تشتغل لهيدا المشروع؟ أكيد. هلا بالنسبة لي الموسيقى ما يحكر على أي منطقة أو ما يحكر على محل، بالعكس يعني هي فيك تسمعي صباح فخري وأم كلثوم بألمانيا، فيك تسمعيهم يعني في عالم تحب الموسيقى، أنا بسمع أشياء ما بفهم لغتها يعني، فالموضوع له علاقة باللغة الحقيقية يعني بالموسيقى هي، فأكيد بفضل أتوسع بهالشيء. عملت شي كونسرت خارج الدول العربية؟ للأسف لا. بعد عملت خارج الدول العربية. لما أنت بتطلع بتعمل كونسرت أو حفلة بيكون عبارة عن آلات موجودة على المسرح، يعني مش آلة موسيقية أنت عم تعزف عليها ومعك فرقة الشيء الكلاسيكي اللي نحن معودين عليه. لا، في معي كيبورد أورج يعني، وبوصل عليك الأصوات من اللابتوب من البرنامج على هالأورج، فبقدر بعزف كل شيء، أي صوت بدي أعزفه بعزفه عليه، فبعزف سولوز وبعزف يعني في آلات. تعرف لأن إحنا على الراديو بدنا نتفرج شوي المشهد للمستمعين. أكيد أكيد. في هلا في آلات كتير متطورة، آلات إلكترونية بتنوصل ببرامج على الكمبيوتر وبتبرمج كل شيء على هالآلات إنه كيف بدك الأشياء تطلع يعني. زائد في العزف يعني، في عزف بكل إيفنت، بالعكس كتير يعني كتير محل له علاقة بالموسيقى له علاقة بالعزف يعني. على كم آلة أنت عادة تعزف؟ هلا بعزف جيتار وبعزف كيبورد وبغني، بس هذا الشيء يعني لهلا بس مفوت الكيبورد. أوكي. جيتار وكل الأشياء بعد بس بدهم كثير بانتظار يعني بانتظار أنه نسمع صوتك أيضا أكثر بركب الألبوم الجاي إن شاء الله. من ألبوم ها نسمع تراك يا أرض. نكتفي بهالقدر من يا أرض. اللي حابب يسمع أكتر سايكلابو أو سامر صائم الدهر ندعي أنه يشتري ألبوم ها، واللي قبله كمان أقول الآه. هلأ بدي رحب بأماني سمعان منسئة ومعدة مهرجان بيروت أند بيوند يلي رح يكون لنا موعد معه بين 4 و7 كانون الأول ببيروت. إن شاء الله تكون كل الظروف ملائمة أماني حتى يتم هيدا الحدث مثل ما أنت بتتمنى شاء الله. لكن مهرجان بيروت and beyond international music festival رح يستقبل فرق وموسيقيين من لبنان، سوريا، مصر، الجزائر، المغرب، إيطاليا، أفريقيا الجنوبية، هولندا، سويسرا، السويد وألمانيا. عدد كبير يعني من الفنانين أماني. في ظروف إنتاجية سامحة إنه تقدروا تستقبلوا هالعدد وتهتموا فيهم بإقامتهم بكل شيء؟ في ظروف إنتاجية صعبة بس عم نحاول قد ما فينا عم نخليها تسمح يعني لأنه بدنا نحقق هيدا الشيء. هيدا مش المرة الأولى يلي لا. عم بيكون في هيدا المهرجان. صح، هيدا تاني إديشن نعملها، السنة الماضية كانت أول نسخة منه. كانت تجربة مشجعة حتى تعيد التجربة السنة؟ كانت تجربة كتير مشجعة يعني، حسينا من السنة الماضية بالحاجة لأنه بيروت أند بيوند يكون موجود بلبنان وبالعالم العربي، مشان هيك كان في حماس بعد أكتر لأنه نحن نكمل هيدا السنة. السنة الماضية ما كانت سهلة أبداً، اضطرينا نأجل بسبب الأوضاع السياسية والأمنية بلبنان، بس أصرينا نعمل
أصرينا نطلق المهرجان، وكان عن جد تجربة كتير ناجحة يعني من خلال كل شيء رجع صار من بعده، من المشاريع اللي بلشت بين موسيقية كانوا موجودين بالمهرجان وبين مدراء مهرجانات كانوا موجودين. فالهدف اللي نحن أسسنا المهرجان على أساسه بلش يتحقق شوي شوي، فمشان هيك كان حرام إنه ما نكمل. يعني قلنا عازي في هدف لوجودنا. أكيد لكم عازي. سامر رح يكون تحت اسم سايكلاب ورح يكون موجود ببيروت أند بيوند بآخر كونسرت بسبعة كانون الأول. خبريني عن نوعية العروض يلي رح تتقدم، شو هوية هيدا الفستيفال؟ هيدا الفستيفال أول شيء اللي بميزه أنه هو مش بس مهرجان، هو شوكيس كمان. يعني نحن الهدف أنه يكون في عنا أكتر عدد ممكن من الفرق من العالم العربي يلي بيكونوا عم بفرجوا موسيقتهم مش بس للجمهور اللبناني، بيكونوا عم بفرجون لمتخصصين عالميين بيجوا بيحضروا المهرجان. يعني في متخصصين مدعوين؟ صح. نحن بندعي مدراء مهرجانات أو شركات ليبلز بوكينج ايجنتس من العالم، بيكونوا مهتمين أنه يكون عندهم يجوا على هيك منصة يشوفوا موسيقى من الشرق الأوسط، من نورث أفريكا، من العالم العربي. عم تعملوا بريدج يعني بين المنتج أو مدير المهرجان بالفنان يلي يمكن ما يكون كتير معروف. صح مزبوط. فهذا الشيء اللي بميز أول شيء بيروت أند بيوند. وبالتالي البرمجة على هذا الأساس بتصير. يعني عادة الفرق يلي بيكونوا بالمهرجان بيكونوا فرق نسبيا مش كتير معروفة، بس عندها مشروع موسيقى له نوعية كتير منيحة، يعني مثل سايكلابو. مين فينا نسمي كمان من الموجودين؟ في من المغرب في مهدي نصولي، من الجزائر في فرقة اسمها ديموكراتوز، من لبنان في درام اند بيس بروجكت دي ان بي بروجكت، في فرقة الألف حتكون عم تعزف بالمهرجان. كلهم هو الفرق يعني تأسسوا مش كله ناطق باللغة العربية. لا يعني ممكن يكون لبناني عربي أو بيقدم باللغة الإنجليزية. ممكن بس السنة ما عنا. يعني السنة يعني الـ D&B project هو موسيقى إلكترونية كمان أو based على الإمبروفيزيشن. ألف بغنوا بالعربي. في رائد الخازن تريو حيكون موجود أوراك كمان هو بس موسيقى. ومن مصر؟ من مصر حيكون في إسلام شيبسي يلي هو فرقة كمان جديدة انشهرت مؤخرا بالأعراس، فكان إسلام دايما بيروح بيعزفوا بالأعراس، فهي هالموسيقى الشعبية المهرجانات هلأ بيسموها شوي اللي كتير سائدة ورائجة بمصر. إسلام وألف وكان معنا موريس لوقا كانوا معنا بتور من نظمه نحن ضمن المهرجان بالتعاون مع أوسلو وورلد ميوزيك فاستيفال، فعزفوا بنروج بسويسرا وبالسويد من شهر تقريبا، وكانت ردات الفعل كتير جيدة على الثلاث فرق. فهذا الشيء كمان نحاول نحققه من المهرجان، يعني أنه نحن مش بس يجوا البروفيشنالز على لبنان يشوفوا الموسيقى يلي هون، منحاول كمان نحن نظهر البعض وننظم تور لقلون ببلدان عادة ما بيكون متوفر هذا الشيء بسهولة. أماني أنت تخصصت بالأدفرتايزينج وبالصحافة، يعني مجال مش كتير بعيد، بس اخترت أنه تكرسي كل وقتك للصحافة. أدي عم بيكون المردود، ما رح أحكي بس عن المادة، المردود المعنوي هيك عم بيريحك عم تفرحي فيه بلبنان تحديدا؟ بس المردود المعنوي يلي بيكون يعطي انرجي للواحد يكمل، لأنه الموسيقى يلي عم نشتغل معها حلوة وحرام إنه ما توصل محل ما لازم توصل. ف it's very rewarding لإلي، يعني بحس بمكافأة لإلي إذا قدرت إنه في فرقة معينة إنه بس أنا يمكن بهالمجهود يلي عم بعمله في يكون صغير أو كبير أنا أقدر وصلها لمطرح ويقدروا هن يكملوا بمجهودهم الخاص. فبهذا المطرح أكيد المردود المادي صعب هلأ، بس إنه إن شاء الله إذا المهرجان بيكبر ومنقدر نحنا نكون مستقلين واستابلشت بشكل مزبوط إنه نقدر نشتغل أكتر وأكتر، بس إنه هو المردود المعنوي اللي بخلينا نكمل. إجمالا مين بيدعمكم أنتو تحديدا وهيك حركات ثقافية، مين بيوقف إلى جنبها؟ نحن المهرجان لقدر بلش كان صراحة من دعم كتير كبير من مهرجان أوسلو وورلد ميوزيك فاستيفال اللي كانوا ببيروت بسنة 2012. اشتغلت معهم على مشروع كونسرت هنا وطرحت لهم مشروع المهرجان اللي كان ببالي صار له سنين. كانوا هنا عندهم نفس الفكرة أنه بحاجة بدهم يدعموا مهرجان صغير عم ببلش يكبر يتبنوا. صح. فهيك بلشت. فنحن في دعم أول شيء من مهرجان أوسلو، في كمان وبالتالي دعم من السفارة النرويجية ببيروت ومؤسسة اسمها ميوزيك نوروي بأوسلو، ومؤخرا الخبرية الحلوة أنه طلعنا دعم من مؤسسة أفاق يلي كمان السنة الماضية دعمتنا شوي، والسنة كان الدعم تحية لمؤسسة أفاق لأنه كل فترة عم تدعم حدا بيستاهل الدعم. صح.
شكرا أفاق وشكرا أوسلو. طبعا رح يكون بيروت أند بيوند بخمسة فانيوز كذا مكان ببيروت ما بين مسارح وأيضا أمكنة خاصة. خبرينا أكثر عن اختيار هيدي الأماكن ولسيما أنه في من بينها مسرح المدينة يلي هو أكيد أنت فخورة أنه عم يستقبل هيدا الحدث. طبعا الافتتاح حيكون لمسرح المدينة. نحن البرمجة اللي بتصير بأكثر من مسرح هدفها أنه يصير في تواصل بين جمهور مختلف من كل مسرح وبين الموسيقية وهالمسارح يعني، وخاصة أنه الجمهور بيقدر يتنقل بالمدينة. يعني هو الكونسرت مثلا في 2 كونسرت بنفس الليلة بمنشن بزقاق البلاط، بعدين بينتقل على ستيشن بجسر الواطي، فأنه العالم عم تكتشف المدينة بنفس الوقت، مش بس عم بتروح على فانيو واحدة وتسمع نوع واحد من الموسيقى. فمع اختلاف الأنواع الموسيقية عم نختلف بالمسارح وعم نخلق هيك فايب يعني بالمدينة بهول 4 أيام. مين الأشخاص اللي بيجوا على هيدا النوع من الاحتفال بحسب خبرتك السنة الماضية، وقديش مطمنة انه رح يكون في حضور السنة يعني نظرا للي شفتيه السنة الماضية؟ السنة الماضية بظل كمان الظروف اللي كانت صعبة وتأجيل وكل هالأخبار، وكان في جمهور كبير للمهرجان، وهذا الشيء أنا شبابي طبعا شبابي عادة شبابي، بس الفرق بين أنه شبابي جاي بس يرقص أو شبابي عارف شو جاي يحضر. لا شبابي وعارف شو جاي يحضر. أوكي. يعني نحن البرمجة بتقدم موسيقى جديدة، يعني الفرق يلي عم تلعب بالمهرجان ما منشوفها عم تعزف عادة بلبنان إلا بقليل يعني فبكونوا سامعين عنا، بكونوا سامعين شوي عن فكرة وناطرين إنه يشوف، فبيبقوا جايين عن جد ليكتشفوا فرقة جديدة ليشوفوها عم تعزف لايف، لأنه هن شايفينها على يوتيوب بس مش عارفين كيف بتكون. فالجمهور يلي اجى على المهرجان هو جمهور عارف حاله شو جاي يعمل شو جاي يسمع، والحلو كان إنه الجمهور كان عم يتنقل بكل الفانيوز، يعني هذا اللي كان يعني أكتر من 70% من الأشخاص يلي منشوفهم بمسرح المدينة بينتقل لتاني كارافان. عن جد كان هذا الشيء الحلو التنقل يلي صار. بتوفيق لمهرجان بيروت and beyond international music festival بين 4 و7 كانون الأول بكذا مطرح ببيروت. ما بعرف إذا في صفحة على فيسبوك، في صفحة على فيسبوك بيروت and beyond، وفي ويب سايت بيروت and beyond .net. بالتوفيق أماني سمعان، شرفتينا بعغير موجة. رح نسمع تراك آخر لسايكلابو من ألبوم قول الآه طرب دب، ومنتابع غير موجة مع سايكلابو سامر. حلو المزيج سامر بين هيدي الموسيقى وصوت السيدة أم كلثوم بأغنية مين اللي قال. تختار الريتم على أساس الأغنية،
يعني لاحظنا أنه مع جملتها الموسيقية لها في جملتك كتير متناسقة، تروق لما لازم تروق وبتقوى لما لازم تقوى. أكيد هي دايما العلاقة بالخيار، كيف عم تختار الكلام، شو الميلودي، كيف راح ينحط وراها يتركب، يعني لاني عم تفكر بطريقة ما لها علاقة بال منا تقليدية، فكيف راح تكون على قد هالمسؤولية أنه ما تأخذ أنت من التراك أكثر ما تضيف إلا شيء. إيه لأن فيها خطورة، يعني أنت بالآخر عم تشتغل بتراث. أكيد، وهذا المحل إذا أنا درس كتير كبير طبعا إذا ما بحترمه كتير وأنا برأيي ما أضيف عليه بفضل ما أعمله، بفضل أعمل موسيقى لأنه بقدر بعمل موسيقى. أنا بعمل هالشي لأني عن جد في عندي كتير احترام لهالشي، بحس حالي أنه بقدر أضيف عليه. من الأسماء الكبيرة إضافة إلى أم كلثوم وعبد الحليم، مع مين اشتغلت ما بين الزوجين؟ في كتير موسيقى من العراق، في موسيقى من مصر كتير، أنور العسكري من مصر. معقول يكون في شيء من لبنان، من القديم اللبناني؟ الرحباني مثلا؟ هلا بفضل دايما ابتعد عن الأشياء المعروفة، الكتير معروفة. أكيد، يعني بفضل دايما أرجع عيد أحياء موسيقى ما كتير مطروقة، ما كتير مسموعة، باستثناء التوبة لعبد الحليم. باستثناء التوبة لأني هاي لقصة تانية بالنسبة لي، يعني في غير حال تعني لك. أكيد التوبة يعني العلاقة فيني كشخص يعني. أوكي. فحتى هيك استعملت غنجت حالك. أمين. أنت عرفت سامر أنه الموسيقى رح تكون طريقك؟ من أنا وصغير، يعني كان عمري 12 سنة 13 سنة. كنت هيك أعمل راب وديت أعمل بيت هيب هوب سنوه لشي يعني، بس أنه من هذاك الوقت لهلأ أنه بشتغل. ودرست الموسيقى؟ درست موسيقى لفترة قصيرة كثير بحلب. مع اعتراضات أو من دون اعتراضات؟ لا بدون اعتراضات بالعكس. تحية هون أصلا لمدينة حلب، أنه هي مدينة بتعيش على نبض، أو كانت للأسف تعيش على نبض الثقافة والفنون. أكيد. يعني ما بفتكر أنه لما يجي ولد عند أهله بحلب بيقول لهم بدي أتعلم موسيقى أو مسرح رح يقولوا له لا. في كتير تقدير لهذا الشيء. لا في قصة، وأنا صغير كان عمري 14 سنة أقول له لأبوي أنه بدي روح سجل الألبوم راب، فأنه مين دي يحط مصاري لابن عمره 14 سنة يروح يسجل الألبوم راب، يعني أنه يعني بعدني صغير ما في شيء يعني. وبالوقت ما كان الراب هالقد يعني. أي أنه شو بتعمل يعني، أنه روح عمل لك غير قصة. بس لا أنه قال أوكي، بس عشان بيوم الأيام أنه ما تقول أنا وقفتك عن شيء يعني. حلو. فمحل يعني بشكل عام المنطقة كتير بتحترم هالشي، يعني العلاقة بخلفية أهلي، العلاقة وبنفس الوقت أهلي إن هن من الأشخاص الوحيدين يعني اللي حطوني بهالطريقة. إن شاء الله بيروت كمان تكون عم بتلبي طموح. بدي أسألك أخيرا عن الأعمال المقبلة إضافة إلى بيروت and beyond festival، وين رح نشوفك؟ وما بعرف إذا في استعدادات لألبوم ثالث أو بعد بكير. في استعداد لألبوم سابع. يعني دايما في projects براسي ودايما بشتغل. مين بينتج لك؟ آخر ألبوم ها نزل مع Let's Play Records. يعني نعرف مين يعني. رائد الخازن. أها تحية لرائد. نزل يعني نزل هالألبوم مع الشركة. أوكي. إضافة قلت لي للألبوم رح يكون في حفلات. إيه رح يكون في ببيروت and beyond أكيد في حفلة خيرية اسمها بنزين وسخ. البنزين وسخ. للاجئين السوريين. وهلا لهون يعني موفق بكل مشاريعك سامر صائم الدهر سايكلابو. شكرا ايضا اماني سمعان، موفقه ببيروت اند بيوند انترناشونال ميوزك فيستيفال بين 4 و7 كانون الاول ببيروت. رح اختم حلقه عغير موجه الاخيره من سيزن 2 بتراك لسايكلابو توبه يا بويا على خلفيه توبه لعبد الحليم. كانت معكم كريستين حبيب والمخرج مارون الخوري. منلاقيكم ان شاء الله بالموسم الثالث بعد الاعياد. I know.
عغير موجة. We'll be right back.